لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: هذه الآيات فيها حث الله عباده المؤمنين أن يقوموا بشكر نعمه العظيمة، بأن يتقوه حق تقواه، وأن يقوموا بطاعته وترك معصيته مخلصين له بذلك، وأن يقيموا دينهم ويستمسكوا بحبله الذي أوصله إليهم وجعله السبب بينهم وبينه، وهو دينه وكتابه. يقول: والاجتماع على ذلك، أي حثهم على الاجتماع وعدم التفرق، وأن يستديموا ذلك إلى الممات. وذكرهم ما هم عليه قبل هذه النعمة، وهو أنهم كانوا أعداء متفرقين، فجمعهم بهذا الدين وألف بين قلوبهم وجعلهم إخوانا، وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم من الشقاء ونهج بهم طريق السعادة. لذلك بين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، أي تهتدون إلى شكر الله والتمسك بحبله. وأمرهم بتتميم هذه الحالة، والسبب الأقوى الذي يتمكنون به من إقامة دينهم، بأن يتصدى منهم طائفة يحصل فيها الكفاية يدعون إلى الخير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. التقوى أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره وترك نواهيه. والتقوى محلها القلب، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: التقوى هاهنا، ثلاث مرات، ثم يظهر أثرها على الجوارح بفعل المأمور وترك المحظور. وقوله: اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى سبحانه. وهذه بحسب حال العبد، كما جاء في الآية الأخرى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل هذا الأمر بإمكان العبد أن يختار الموتة التي يموتها؟ المقصود بذلك أن الإنسان عليه أن يتمسك بدينه، أن يستمسك به، وأن يحرص عليه، وأن يعض عليه بالنواجذ، وأن يتعلم الوحي كتابا وسنة، وأن يترجم ذلك إلى سلوك عملي في حياته، وأن يدعو الناس إلى ذلك. هذا هو التمسك بالدين الذي يصل بالعبد إلى الموت عليه. فالمقصود: استديموا على الإسلام حتى يأتيكم الموت عليه وأنتم مسلمون. ثم أمرهم بالاعتصام بحبل الله، وهو كتابه أو دينه أو شرعه، كلاها معان واحدة.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نهاهم عن التفرق، مع أن التفرق قد يكون واقعا وحاصلا، وهذا وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك تفرق يعذر فيه المخالف ويسوغ فيه الاختلاف، وهناك تفرق مذموم. فالتفرق الذي يسوغ ويعذر فيه المخالف ما كان مبنيا على دليل صحيح، آية من القرآن أو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع أو قياس، وما كان مخالفا لذلك فهو التفرق المذموم المنهي عنه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وهكذا كان العرب قبل الإسلام أمما متفرقة متناحرة متقاتلة، فألف الله بين القلوب ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم، فأصبحتم بنعمته إخوانا، أخوة الإيمان والإسلام التي ربما تكون أقوى وأعظم من أخوة النسب، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فالكفر سبب للهلاك والعياذ بالله تعالى، الشرك بالله عز وجل سبب للهلاك، فأنقذنا الله عز وجل بالتوحيد من الهلاك والسقوط في جهنم والعياذ بالله. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. نتعلم من هاتين الآيتين استمرار الطاعة واستدامة العبادة، وسبحان الله هذا درس مناسب جدا لهذه الأيام ونحن في نهاية شهر رمضان، لأنك ربما تجد بعض المساجد تصبح أو تعود فارغة بعد أن ينتهي شهر رمضان، وكأن لرمضان رب وغير الشهور لها رب آخر. بعض الناس تجده يحرص على الصلاة في المسجد وصلاة الفجر خصوصا في رمضان، فإذا انتهى رمضان انقطع عن العبادة. أين أنت من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ قال الله عز وجل واعبد ربك، ما قال حتى ينتهي رمضان، وإنما قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة بعد رمضان من الصيام، فقال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، لأن صيام رمضان بعشرة أشهر، وهذه الست من شوال سواء كانت متفرقة أو متتابعة بستين يوما، ثواب ستين يوما، فكأن الإنسان صام السنة كلها. كذلك أن يستعد الإنسان للموت بالاجتهاد في طاعة الله عز وجل، وأن يتعوذ به سبحانه من الفتن التي ربما تصرف الناس عن عبادة الله عز وجل، وليجتهد في النوافل ويكثر من التوبة والاستغفار، ويشكر الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمه بعامة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.